شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على إيران فجر اليوم، وقال جيش الاحتلال أن طائراته أغارت على 20 هدفا عسكريا في طهران. يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإيراني أن الدفاع الجوي تصدى لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لضرب مواقع عدة في أنحاء البلاد، مشيرا إلى مقتل 2 من جنوده خلال التصدي للهجوم. هذا وأكدت إيران حقها في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أيام الرد هو الاسم الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي على الغارات التي شنها على إيران فجر اليوم، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على طهران. وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن طائرات الاحتلال شنت 3 دفعات من الهجمات، استهدفت الأولى منها الدفاعات الجوية الإيرانية، بينما ركزت الدفعتان الثانية والثالثة على الصناعات الصاروخية والطائرات المسيرة. وبعد 4 ساعات من بداية العملية، أعلن جيش الاحتلال أن العملية حققت جميع أهدافها في الهجوم الذي بدأ قبيل الساعة 2 فجرا. وبينما تحدث جيش الاحتلال عن مهاجمة أكثر من 20 موقعا داخل إيران، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله أن المزاعم باستهداف 20 موقعا غير واقعية، وأن عدد الأهداف التي ضربها الاحتلال أقل بكثير من هذا العدد، وتسبب في أضرار محدودة، مشيرة إلى أنه لم يتم استهداف أي مركز عسكري للحرس الثوري الإيراني في طهران. وأكدت أن الأخبار التي تفيد بمشاركة 100 طائرة في الاعتداء كاذبة تماما، وأن الاحتلال يسعى لتضخيم حجم هجومه الضعيف. بدوره قال مركز الدفاعات الجوية الإيرانية إن الهجوم على مواقع عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام أسفر عن أضرار محدودة بعد أن تعاملت الدفاعات معه، في حين أعلن الجيش الإيراني مقتل عسكريين 2 في الضربات. هذا وقد نشرت وكالات محلية إيرانية مشاهد متفرغة من مناطق بالعاصمة طهران ومحيطها توثق هدوء الأوضاع وخلوها من أي أثر للهجوم. وبعد الهجوم عليها احتفظت إيران بحقها في الرد على أي اعتداء، مبينة أنها مستعدة لهذا الرد بحسب وكالة تسنيم. وحول الهجوم الإسرائيلي على إيران ينضم إلينا من طهران مراسل قناة الأخبار أحمد سامي. أحمد، بعد هذا الهجوم الإسرائيلي على طهران، يعني بلا شك طهران أعلنت فتح تحقيق لتقييم الأضرار الناجمة على هذا الهجوم، خاصة أن يعني هناك يعني حسب ما وصلنا أن هناك محدودية في المواقع التي هاجمتها إسرائيل. حدثنا أكثر عن أبرز الخسائر التي حدثت في طهران جراء هذا الهجوم. نعم، بالنسبة لأهم الخسائر، فأن الجيش الإيراني عندما أعلن عن مقتل 2 من رجاله في هذه العملية، فإن المرحلة التي يدخلها الصراع ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني تدخل مرحلة جديدة، لا سيما بعد مقتل هؤلاء الجنود. لذا فإن أهم الخسائر التي يتحدث عنها الإيرانيون الآن هي هؤلاء الرجلان اللذان قتلا أثناء تصديهم مع الدفاعات الجوية، لأنهم من ضمن طواقم الدفاعات الجوية الإيرانية التي تصدت الهجوم الإيراني. حتى الساعة يقول الإيرانيون بأن جميع المواقع التي تم استهدافها من قبل الصهاينة لم يحدث بها شيء يذكر، بل أنها لم تكاد أن تكون لم تمس أصلا، بينما يقول الصهاينة بأنهم قد هاجموا أكثر من 20 هدفا، لكن لا توجد هناك صورة كما كان يفعل الصهاينة دائما عندما يقومون بعمليات في لبنان أو في غزة، فإنهم كانوا يصورون أرباط ويدعوها للبث في مواقعهم أو في قنواتهم، لكنهم حتى الساعة لم يظهروا أي صورة للمواقع التي هاجموها ولا للأهداف التي حققوها حسب قولهم. الخارجية الإيرانية بدورها أصدرت بيانا أكدت فيه بأن بلادها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وفق المواثيق الدولية، وبأنها قد تعرضت لهجوم في وقت متأخر من مساء الليلة البارحة، وبأنها سترد وتحتفظ بحقها للرد. أما المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فأنه قال بأن الاعتداء الصهيوني ورغم ضآلته ونسبيته وعدم تأثيره إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وبأن الرد قادم لا محالة.
أما على صعيد المواقف الدولية فأن روسيا دعت إلى عدم الانجرار وراء التصعيد وعدم دفع إيران للرد والسعي إلى التهدئة في المنطقة، وكذا الحال أغلب الدول العربية والدول الإسلامية والدول المنطقة دعت إلى ذات الأمر، لكن الإيرانيين يقولون. نعم أحمد، أتفق معك بأن أغلب الدول العربية والغربية كذلك نددت بهذا الهجوم، خاصة أنه في اختراق لمواثيق القوانين الدولية. ولكن يعني كما ذكرت أحمد أن إسرائيل استهدفت مواقع معينة عسكرية، وهذا كان المتفق عليه بين إسرائيل والولايات المتحدة بأن يتم استهداف مواقع عسكرية بعيدا عن أي منشآت نفطية أو نووية. الإيرانيين يقولون بأنهم لن يستلموا أي كلام وبأن لا تعامل معهم سواء لا مع الجانب الأمريكي ولا مع الجانب الصهيوني، لأنهم وخلال الفترة التي مرت خلال 25 يوما التي كان فيها الصهاينة يقولون بأنهم سيقومون بضربة ضد إيران، أعلنوا بأنهم قد أغلقوا حتى قناة التواصل مع الجانب الأمريكي. لذا فإن الحديث عن أن هناك اتفاق ما بين أمريكا وإسرائيل، يقول الإيرانيون بأن هذا الأمر يعني الأمريكيين والصهاينة، وبأن الكيان الصهيوني وخلال مدة 20 يوما الماضية قال بأن الضربة ضد إيران ستكون موجعة ودقيقة ومؤلمة، لكنها عندما حدثت حسب الوصف الإيراني فإنها لم تكن بذات التأثير الذي تم الحديث عنه. وحتى الساعة لم يعلن الإيرانيون بصورة واضحة ما هي خسائرهم، لكنهم اكتفوا بالحديث بأن هناك جنديان فقط استشهد جراء هذه العمليات، وبأنهم يقومون الآن بالتحضير لنوع الرد أو كيفية الرد، وبأن جميع هذه الأمور خاضعة للتحقيق. أفهم من كلامك أحمد أن الضربة لم تكن بمستوى التصريحات التي يعني كان يصرح بها كيان الاحتلال الإسرائيلي. إذن عادت الأمور إلى طبيعتها أحمد، لنقل الآن في طهران، خاصة بعد توقف رحلات بعض الرحلات الجوية بالطيران. الحياة في إيران منذ الساعات الصباح الأولى تسير وفق ما تسير فيه في الأيام العادية والأيام الطبيعية، وكأن هناك لم يكن هجوما ولم يكن هناك تعرض جوي وإسقاط لسيارات وأهداف جوية دخلت في سماء إيران، بل أن انعكاساتها كانت هناك إيجابية واضحة في الانعكاسات على الواقع الإيراني، لا سيما في انخفاض أسعار صرف العملة الصعبة الدولار في إيران وانخفاض المسكوكات الذهبية، وهذا جاء بسبب ضآلة الضربة الإسرائيلية، حيث أن الجميع كان يعتقد بأن الكيان الصهيوني عندما يوجه ضربة فإنه سيستهدف مواقع نفطية أو مواقع عسكرية بعينها حسب ما كانوا يصرحون، لكنهم عندما استيقظوا صباحا وجدوا بأن الأمور طبيعية وليس هناك أي أثر لأي ضربة حسب ما يحاول الصهاينة أن يضخموا الموضوع. لذا فيمكن القول بأن الأمر مر وكأنه لم يكن على الشعب الإيراني خصوصا. نعم، نسأل الله يعني الأمن والسلامة والاستقرار لجميع دولنا العربية والإسلامية. أحمد سامي، شكرا جزيلا لك. وفي نفس السياق وللمزيد من تسليط الضوء أيضا، ينضم إلينا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صدقيان. دكتور محمد، يعني بعد هذا الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي كما استمعنا قبل قليل من مراسلنا هناك أنه يبدو أنه هجوم محدود للغاية، ولكن بالتأكيد هو له تداعيات على الداخل الإيراني وأيضا خارجيا. تحية لك وللمشاهدين. بالتأكيد يعني هذا هو اعتداء على إيران، وبالتالي إذا كان الكيان الإسرائيلي يعتقد بأن هذا رد على هجوم إيراني فهو خاطئ، لأن الهجوم الإيراني جاء على خلفية انتهاك السيادة الإيرانية في وسط العاصمة الإيرانية طهران، عندما تم اغتيال إسماعيل هنية وهو كان عضو أو ضيف على إيران وحضر وشارك في مراسم أداء اليمين القانونية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وإيران ردت على انتهاك سيادتها الوطنية
الآن إسرائيل عندما تهاجم أو تعتدي على إيران مرة ثانية، معنى ذلك مثل ما تفضلت بأنه اعتداء يتعارض وينتهي كل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي إيران قالت بأنها من حقها أن ترد على هذا الاعتداء، وهي الآن بصدد تقييم الاعتداء الإسرائيلي وتقييم الخيارات التي يمكن أن ترد بها إيران في على العمق الإسرائيلي في الزمان في المكان في المستوى. دكتور محمد، كيف سيكون الرد الإيراني؟ يعني نحن شهدنا قبلها هجوم بعض المسيرات الإيرانية على إسرائيل، وكان ليس بمستوى يعني الحدث، لنقول يعني لنكن صريحين وواقعين في ذلك. الآن بعد هجوم مباشر وواضح ومتعمد من الكيان الإسرائيلي، كيف سيكون الرد الإيراني الآن؟ يعني هذا الرد يحتاج إلى تقييم الرد الإسرائيلي، لأن هذا الرد الإسرائيلي أولا هو يعني مثلا نحن في العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها، هو لم يتم استهداف أي هدف داخل العاصمة الإيرانية طهران وضواحي طهران، وربما لأن الطائرات الإسرائيلية لم تتمكن من الوصول إلى العمق الإيراني. ما تم استهدافه في 3 محافظات حدودية تقع على النقطة صفر مع الحدود العراقية الإيرانية المشتركة، وبالتالي محافظة كرمانشاه هي تقع على الحدود الوسطى بين الحدود العراقية الإيرانية، وأسفل من ذلك محافظة إيلام، وأسفل منهما محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية. بالتالي هذه هي الثلاثة محافظات التي استهدفت فيها مواقع، لم يتم عن استهداف كبير ومهم، لكن المصادر الإيرانية تقول بأنه هو كان بمثابة استعراض وباهت، يعني استعراض لم يكن استعراضا محرزا لكنه باهت، لكن المصادر الإيرانية قالت بالرغم من كل ذلك أن إيران سوف ترد على هذا الاعتداء. الآن كما قلت بأن الجانب الإيراني يتم التحقق والتقييم حجم العدوان، حجم الأضرار، مستوى العدوان على هذه القواعد، على هذه الأهداف. إذن دكتور محمد، يعني في إذا سمحتي لي. نعم تفضل. في المقابل ما هي الخيارات التي تعمل إيران على تقييمها أيضا من أجل الرد على الكيان الإسرائيلي؟ نعم، إذن دكتور محمد، يعني في ظل الفعل ورد الفعل وهذا الرد والهجوم المتبادل بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، ألا ممكن أن يكون هذا بمثابة يقود إلى حرب شاملة إقليمية في المنطقة؟ بالتأكيد إيران لا تريد أن تكون حرب إقليمية شاملة، لأنها تعلم جيدا، وهذا ما أخبرت به كل العواصم الإقليمية والإسلامية التي زارها وزير الخارجية عباس عراقشي، وتحدث بشكل واضح عن تصورات إيران لتوسيع نطاق الحرب وعن رغبة إيران في رد أي هجوم أو اعتداء إسرائيلي. وبالتالي هو عندما زار 11 عاصمة عربية وخليجية وإسلامية في المنطقة هو تحدث لهم بهذا الإطار، وأنا أعتقد بأن يعني الإيرانيون لا يريدون توسيع نطاق الحرب بأي شكل من الأشكال، ويسعون إلى وقف إطلاق النار في البؤرة المركزية للتوتر وهي قطاع غزة. بالتأكيد. الإيرانيون يعتقدون إذا ما تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتأكيد كل البؤر الأخرى الثانوية سوف يتم خفض التصعيد فيها، ويمكن أن يعني ترجع الأمور إلى يعني وضعها الطبيعي. لكن إذا ما استمرت الأوضاع في غزة ربما يعني يتم تصاعد مثل هذه العملية. نعم، وأصلا دكتور يعني محمد، ليعلم العالم أن سبب التصعيد يأتي دائما من الجانب الإسرائيلي، هو من يبدأ بالتصعيد، هو من يريد توسيع دائرة الصراع، فبالتالي يجب أن تكون هناك مواجهة أيا كانت هذه المواجهة، ولكن بالفعل هناك دعوات بأن يكون هناك ضبط للنفس حتى لا تتوسع يعني أمور عدم الاستقرار ويزداد الاشتعال في المنطقة. سؤال أخير دكتور محمد،
هذا الهجوم الإسرائيلي على إيران تم باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعلم أن إيران بدأت في الآونة الأخيرة بتهدئة الأمور مع الولايات المتحدة وبالأخذ والرد معها، ولكن الآن كيف سترد إيران، خاصة نحن نعلم أن الهجوم الإسرائيلي الإيراني تم بعد بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لم تتأكد هذه المعلومة تحديدا. الجانب الأمريكي أراد أن يتفاهم مع الجانب الإيراني، لكن يبدو الإيرانيين لم يكونوا على استعداد للتفاهم مع الجانب الأمريكي، لأنهم يعتقدون بأن الجانب الأمريكي لم يفي بمصداقيته عندما طالب إيران بضبط النفس، لكنه لم يستطع من الضغط على نتنياهو بالقبول بوقف إطلاق النار في غزة. نعم، نتمنى مزيد من الأمن والاستقرار لمنطقتنا العربية والإسلامية. دكتور محمد، شكرا جزيلا لك.